موضوعنا اليوم راح يكون عن الزعتر، بس هالمرة مو للأكل، هالمرة كمكون أساسي في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة للبشرة والشعر، حيث يساهم الزعتر بالتقليل من تساقط الشعر وأيضا زيادة كثافة الشعر. وأيضا من الفوائد الأخرى هي للبشرة، حيث يعمل على إعطاء نضارة وإشراقة للبشرة بوصفات طبيعية. صحيح بان، بالإضافة إلى الوصفات الطبيعية اللي راح أحكي لكم عنها حتكون خاصة للشعر، يوجد بجميع الوصفات اللي تكون للتجميل اللي يحتاجها الشعر أو البشرة. الوصفة الأولى اللي اختاريت لكم إياها تستخدم مرة بالأسبوع، عبارة عن أوراق الزعتر مع الحلبة وأوراق إكليل الجبل، تخلط جميعاً بمي ساخن لمدة ربع ساعة، بعدين تصفون المي وتخلوه على شعركم لمدة ساعتين، تغسلوه بمي دافي وشامبو. ومثل ما ذكرت أنه تستخدم هذه الوصفة مرة بالأسبوع. أما الوصفة الثانية فتستخدم خلال 24 ساعة إذا حبيته، بس يفضل أنه تستخدم كل 24 ساعة. هي عبارة عن أوراق الزعتر مع مي بارد تنقع سوية بكأس، ويفضل أنه الكأس يتغطى لمدة يوم كامل، تخلوها على شعركم لمدة ربع ساعة نص ساعة وتغسلوها بالمي عادي. ويفضل أنه تسوون هذه الوصفة قبل لا تنامون بالليل، تغسلون شعركم بالمي، يعني مو بس شامبو، أنه بمي، وحتى يبقى أثر أنه زعتر، يعني ما بي أي نوع ثاني من الزيوت. وتستمرون على هذه كل 24 ساعة، حتلاحظون بالفرق أنه ينطي لمعان وحيوية وطول للشعر. فعلا ميسم، كلش حبيت أنه الوصفات هذه للشعر، لأنه أنا من الناس وهواي من متابعات كهرمانة توصلنا دائما أسئلة أنه نريد خلطات طبيعية للشعر، لأنه أغلبية الناس يفضلون أنه يسوون أشياء بالبيوت، وماكو أسهل من الزعتر يلقي بكل بيت. عاشت إيدكم، وأنا هسه راح أحكي عن فوائد الزعتر للبشرة. نقدر نستخدمه أيضا لنظارة البشرة. الزعتر مفيد جدا لإخفاء آثار الندبات الخفيفة، وأيضا يخفف من الخطوط الرفيعة اللي ممكن تظهر بالوجه، وآثار الشيخوخة يأخرها عندنا إذا استمرينا باستخدامه. أما لذوي البشرة الدهنية، توصلنا الكثير من الأسئلة من متابعات كهرمانة أنه إحنا بشرتنا دهنية تزيت هواية، فشلون نقدر نخفف من الإفرازات الدهنية بالبشرة؟ الزعتر يعمل كقابض للبشرة ممتاز، لأنه يسكر المسامات اللي تقلل من الإفرازات الدهنية في البشرة، ومنها أيضا يتخفف ظهور الحبوب والبثور في البشرة. فننصحكم دائما أنه تلتجؤون لهذه العلاجات الطبيعية. أما شلون نقدر نستخدم الزعتر للبشرة؟ بشكل جدا بسيط وسهل، نجيب زيت زيتون متواجد بكل البيوت، نخلطه مع الزعتر، نخليه على بشرتنا لمدة نصف ساعة تقريبا يوميا، ومن ثم نغسله، ونقدر نستمر على هذه الخلطة لمدة 10 أيام أو عند الحاجة. حلو أنه كل الوصفات اللي بدنا نجيبها سهلة وموجودة بكل بيت، وأنه ما تأذي البشرة أو ما بيها آثار جانبية نخاف منها، وتنطينا نتيجة حلوة، ونتمنى تستفادون منها متابعاتنا الجميلات.